بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبات المرحلة الثانية عامة، مرحبا الله بالصف الثالث الثانوي عن أنس الأستاذ زاد، شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حل المودلز اللي منزلها كتاب المعاصمة 2020. وصلنا للمودل العاشر للمراجعة إن شاء الله وتجهيز لامتحان آخر العام. المودل العاشر بداية إن شاء الله على بركة الله موجودة على صفحة 65. نبدأ بصحيح أول جملة في تشوز، بتقول لك A group of objects of the same type، مجموعة من الأشياء من نفس النوع. In one place، في مكان واحد. Means a or an، معناها ايه؟ يعني مجموعة من الاشياء اللي بتكون من نفس النوع وبتبقى موجودة في مكان واحد. يا ترى collection ولا attachment ولا settlement ولا competition؟ هنقول collection. collection احنا قلنا هي عبارة عن مجموعة من الاشياء، مجموعة من الاوبجيكتس، تمام، اللي بتكون من نفس النوع واللي بتكون موجودة في مكان واحد. ما تنفعش attachment بمعنى ملحقات، ما تنفعش settlement بمعنى مستعمرة، وما تنفعش competition بمعنى منافسة. بتنفع collection، إجابتنا الوحيدة في جملة رقم واحد. اتنين، بيقول لك فيها many people around the world، العديد من الناس حول العالم. جاء في فراغ the role، الدور doctors and nurses played، اللي لعبوه الأطباء والممرضين during coronavirus والعياذ بالله. طيب negotiate بمعنى يتفاوض، associate اللي هي المعنى الحرفي ليها، يزامل او يقارن، appreciate بمعنى يقدر او يثمن، وfacilitate بمعنى ييسر او يسهل. هنقول appreciate بمعنى يقدر او يثمن، الناس بتقدر او تثمن الدور اللي لعبوه الاطباء او اللي قام به الاطباء والممرضين على مستوى العالم في المرض والعياذ بالله اللي هو كورونا فيروس. ثلاثة، بقول لك our children should be taught to، اطفالنا يجب تعليمهم ايه بقى؟ respect، respect بمعنى احترام، to their teachers، للمعلمين بتوعهم. طيب ايه الفعل اللي يناسب مع respect هنا؟ اقول ايه؟ make respect ولا get respect ولا win respect ولا show؟ هقول show. show المعنى الحرفي ليها يظهر، يبين، ان هم يظهروا الاحترام لمعلمين. اربعة، بقول لك فيها after playing for Liverpool، بعد اللعب لنادي ليفربول، محمد صلاح ماله بقى؟ great fame، شهرة عظيمة. missed، فقد، ولوست بنفس المعنى لكنها بتختلف حسب الشيء اللي بتتكلم عنه. يعني مثلا اقول ايه؟ مثلا اقول I missed my friend، مثلا وحشني صديقي، لكن ما اقدرش اقول I lost my friend كده. did ولا gained؟ انا هاخد gained. ليه بقى؟ لان الفعل gain من الافعال اللي بتكلم فيه اكتساب معلومة، خبرة، شهرة، ايه دي اللي ننفع مع great fame gained. اجابتنا الوحيدة صحيحة في جملة رقم اربعة. طيب نروح لجملة رقم خمسة، واللي بيقول لك فيها It's not this style to، It's not this style to كذا other people، He's a reliable person. بيقول له مش ده النوع، كان السنة ان معنى نموذج او نوع، يعني مش ده النوع اللي كذا other people الاخرين. He's a reliable، كلمة reliable معناها موضع ثقة. يبقى مش ده النوع اللي ايه بقى؟ mislead معناها يخدع، lead معناها يقود، support يؤيد او يساند، improve يحسن. هناخد mislead عشان معنى جملة ايه؟ مش ده النوع اللي يخدع الناس، مش ده النوع اللي يخدع الناس، لا ده انسان كويس وثقة وما الى ذلك. ستة، بقول لك هاني دريلد سام هولز ان ذا وول، دريل هنا بمعنى ثقبة، يعني عمل حفر، يعني عمل حفر في الحيط، تو فيكس ذا فان عشان ايه؟ يثبت المروحة، يركبها. ذا سينينم، ايه مرادف كلمة دريلد؟ احنا قلنا دريل بمعنى ثقبة، يعني عمل ثقوب. طيب صنع ثقوب، ايه مراقب مرادف دريل بقى؟ ريليزد، اطلق سراح، سيمبولايزد بمعنى رمز لكذا، ولا ميد بمعنى احدث، فعل، عمل، ولا ريلايزد ادرك. هنقول ميد، لان احنا قلنا دريلد سام هولز ان ذا وول بمعنى احدث ثقوب فين؟ في الحائط، يعني عمل فيها ثقوب. اللي يناسبها كده ايه؟ اللي يناسبها كده ميد مرادف لدريل. طيب في جملة رقم سبعة بقول لك فيها The two countries have finally، الدولتين في الآخر إيه بقى؟ To an agreement on all issues، إلى agreement أنا توافق على كل القضايا. طيب إيه بقى اللي يناسب to وبعد كده agreement؟ إيه بقى الدولتين إيه بقى؟ Have finally إيه بقى agreement؟ Reached ولا traveled ولا arrived ولا come؟ إيه بقى؟ إيه اللي ينفع مع ده كله؟ ريتشد المعنى الحرفي ليها يصل، طيب وترافلد المعنى الحرفي ليها يصل،
يسافر عفوا، ويت ارايف معناها وصل، وكم معناها ياتي. كم هي الوحيده اللي ينفع اقول عليها الاجابه بتاعتنا؟ كم تو ان اجريمنت، بمعنى يصل الاتفاق، مش المعنى الحرفي بالعربي اللي انت خدته، يعني اللي هي بالانجلش. تمام. حاجه تاني، ريتشل ما ينفعش ايه وراها حرف جر. تمام. طيب، وترافل دي سفر، او السفر ليه ليه موافقه او توافق، arrived to توافق، طب ازاي دي تيجي؟ ده اللي يخلي كم اجابه هي صحيحه في الجمله رقم 7، واحنا قلنا التفسير بتاعها ايه. طيب 8 بيقول لك فيها شاكر ووز افريد، شاكر كان بيخشى ايه بقى؟ فيل ذا اكزام، فيل اللي هو لازم يلاقي الصوت في الامتحان. سو هي ستاديد هارد، ولذلك هو ايه؟ ذاكره بجد. طيب افريد ايه حرف الجر اللي وراها؟ افريد فور، ولا افريد اوف، ولا افريد تو، ولا افريد فروم؟ افريد تو، لان هي الوحيده فيهم اللي ينفع يجي وراها الفعل في شكل المصدر. تمام. افريد فور اولا ما فيش هنا صياغه معانا تنفع لده، افريد اوف كان محتاجه وراها جيرند، افريد فروم محتاجه وراها جيرند، او لو كان في ناون غير الفعل كان ماشي. فده اللي يخلي تو وراها المصدر اجابه صحيحه في الجمله رقم 8. 9 بيقول لك فيها وين ماي سيستر سو ذا سنيك، عندما شاهدت لما رأت أختي التعبان، شي إيه بقى لو ذكراي، صرخة عالية، جيف ماضي بسيط، هاد جيفن ماضي تام، ووز جيفنج ماضي مستمر، وود جيف عضو المصدر، مش بيقول لك سو عندما رأت التعبان، خلاص في نفس اللحظة اللي هي شافت فيها التعبان صرخت، مش هتستنى بقى علشان إيه تعمل ده بعديها بشوية، ولا كمان هي صرخت الأول عشان نجيب دي قبل دي، اللي هي مثلا الصرخه في الماضي التام تيجي قبل انها تشوف التعبان، طب ازاي واحد يصرخ قبل ما يشوف التعبان؟ مش هتيجي. ووز جيفنج فيها استمراريه، لا ما كانتش بتصرخ طول الوقت، هي صرخت وخلصنا. وود جيف المصدر خطا تماما، الجمله اللي قدامي فيها حدثين في الماضي والاثنين متزامنين، ما فيش فاصل زمني بينهم، ده اللي يخلي جيف اجابه صحيحه في الجمله رقم 9. 10 بيقول لك فيها يو ماست ورك سو، يجب ان تعمل سو ايه؟ خد بالك من حته سو دي. That ها you can get the full marks. يجب ان تعمل بيه علشان تحصل على الدرجات النهائيه. Hardly اللي هي معناها بالكاد. Hard معناها بجد او باجتهاد. ولا a hard ولا a hardly، هقول so hard، لان هي لوحديهم، هي لوحديها تمام اللي بتمثل اجابتنا. ليه؟ ادي so وادي الصفه hard، تمام كده؟ او هنا هو جاي عندنا ظرف على اساس كلمه work، وبعد كده هو ذات، وبكمل جملتي الناحيه الثانيه. طب a hard دي ليس لها علاقه بموضوعنا اساسا، ما ينفعش اقول سو a hard كذا، ولا حتى a hardly، ده اللي خلى hard اجابه صحيحه في الجمله رقم 10. 11 بقول لك فيها اتس اور فاينل اكزام تومورو، امتحان الاخر، الامتحان اخر السنه بكره. طيب وي ايه بقى ليت ان احنا نتاخر؟ يا ترى shouldn't ولا needn't ولا mustn't ولا don't have to؟ انا هاخد mustn't be. ليه؟ لان mustn't تدلل على التزام داخلي، الامتحان بكره، يبقى هم من نفسهم عايزين يلزموا نفسهم ان ما يسهروش. تمام. طب ليه shouldn't ما نفعتش؟ احنا مش بننصح. needn't مش هتنفع كده، تمام كده، needn't مش هتنفع كده. needn't be late، لا needn't مش قويه زي mustn't، وdon't have to be برضو ايه ده بتمثل التزام خارجي، لا ده التزامك هنا هو التزام داخلي، عشان كده خليناها بي مصنت اجابه صحيحه في الجمله رقم 11. نشوف 12 وكمان معاها نشوف الكتاب المعاصر والصفحه وكل البيانات اللي انت عايزها. 12 بيقول لك ايه؟ If you would like to read a nice novel I كذا you want، خد بالك من الحته المخادعه دي اللي هي would like. would like اللي قدامك دي مش في حاله ثانيه، ده هنا معناها ترغب. يبقى if you would like to read هنا معناها لو انت ترغب، خلاص ادي الفعل الاصلي بتاعنا اهو read، هو ده الفعل الاصلي. لكن تود دي كلمه would like هنا معناها يا ود، يبقى دي كده اف حاله كام يا باشا؟ اف حاله اولى، خلاص كده بيقولوا لو انت تود، لو انت ترغب انك انت تقرا روايه حلوه، ها اي يو وان اعمل لي انا بقى هديك واحد، تكون بقى في زمن ايه؟ احنا قلنا خلاص دي اف حاله اولى مش تانية، هو خد عجبه ود لايك، يبقى ود جيف ما تنفعش، دي مكملة في حالة تانية. جيف دي في المصدر، وهاف جيفن ده مضارع تام، يبقى ويل جيف هي الإجابة الوحيدة الصحيحة، وإحنا قلنا السبب إيه؟ إن الجملة اللي قدامي في حالة أولى،
ادي اف اهي، وريد هو المضارع البسيط بتاعي يمثل الزمن ده، وبعد كده ويل، ويل المصدر مكمل دي في الحاله الاولى. اجابتنا الوحدات الصحيحه في الجمله رقم 12. 13 بيقول لك فيها مايا wishes she could، مايا بتامل او تتمنى انها ايه؟ كذا هير ماذر لاست ويك اند، مامتها الاسبوع الماضي. خد بالك من حته لاست ويك اند، يبقى مايا كده بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الماضي ولا بتتكلم عن الحاضر ولا بتتكلم عن ايه؟ طيب لاست ويك اند يعني الاسبوع الماضي، خلاص يبقى كده بنتكلم عن الماضي احنا. طيب نقول ايه بقى؟ هيلب ولا بي هيلبنج ولا هاف هيلبد ولا هيلبد؟ هاخد هاف هيلبد. ليه؟ ليه خدنا هاف هيلبد؟ بص كده على الجمله، هاتها على بعضها وركبها. كود هاف تصريف ثالث بتقول ايه؟ بتقول ان شيء كان من الممكن وقوعه في الماضي بس ما حصلش، تمام؟ لكن لو بصيت على باقي الاختيارات، هيلب دي في المصدر، بي هيلبنج واخده شكل، بي ودي جيراند، وبعد كده هيلب ماضي بسيط، ماشي؟ وانا جملة دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الماضي، فهي بتقول يا ريت، كانها بتقول يا ريت كانت ساعدتها في الايه الاسبوع اللي عدى، يبقى ده معناه انها كانت تقدر تساعدها في الاسبوع اللي عدى لكنها ما عملتش، فبتقول يا ريتني كنت ساعدتها. فعندك الصياغه كود هاف تصريف ثالث بتقول ان هذا الشيء كان من الممكن وقوعه في الماضي بس ما اتعملش. الجمله رقم 14 بيقول لك فيها عمرو اند سيف ار جود ات بلاينج فولي بول، عمرو وسيف كويسين بيلعبوا فولي بول حلو، تمام يا سيدي. ها زي ايه بقى كان بلاي فور ذا ناشونال تيم؟ هم ايه؟ ان هم يلعبوا لصالح الفريق القومي، كلمه ناشونال معناها قومي. طيب يبقى نقول ايه؟ بوث كلاهما، هم الاثنين، ولا اول ولا نيذر ولا هاف. مش بقول ان عمنا اهو عمرو وسيف دول اتنين يبقى اقول عليهم هما الاتنين، اقول عليهم ايه؟ اقول عليهم بوث. ما اقدرش اقول ذي اول لان دول مش مجموعه، ده دول اتنين. نيذر الجمله مش نفي، وهاف معناها نص، لا بعيد عننا خالص. بوث للمثنى، اجابه صحيحه في الجمله رقم 14. جملة 15 بدأ في فراغ، بيقول لك ايه؟ تو ستاند اون وان ليج فور 5 مينتس، انك انت تقف على رجل واحدة لمدة 5 دقايق. طيب نقول ايه بقى؟ هاف يو ترايد ايفر ولا هاف يو ايفر ترايد ولا هاف ايفر يو ترايد ولا هاف ترايد يو ايفر؟ الصياغة الوحيدة السليمة اللي قدامي هي هاف يو ايفر ترايد اللي هي الحرف بي. طيب انت خدت دي ليه يا مستر؟ بص يا سيدي، مش هنا في علامة استفهام؟ اه، يبقى ده ايه؟ سؤال. طب السؤال ده في كلمة استفهام؟ ما فيهوش، الاختيارات ما فيهمش كلمات استفهام، فيهم فعل مساعد. طب ايه ترتيب السؤال اللي بيبدا بفعل مساعد؟ الفعل المساعد، الاجابه اهي، الفعل المساعد ثم الفاعل ثم الفعل الاصلي وبتكمل جملتك للاخر. الجمله اللي قدامي ان هو في زمن المضارع التام، فجت هاف وبعد كده فيها يو وبعد كده ايفر، ماشي، لانه بيسال انت حصل لك ابدا انك انت عملت كده، ثم التصريف بتاع الفعل اللي انا بحكي عنه وده متحقق في بي. طيب ليه ما نفعتش ايه؟ لان جايب هاف وبعد كده يو، تمام كده، لكن بيقول ايه؟ ترايد ايفر، بدل في الترتيبه اللي هنا، خلاص بي احنا قلناها الاجابه. طب تعالى لسي، هاف ايفر يو برضو الترتيبه مش مظبوطه، هاف ترايد يو ايفر برضو الترتيبه مش مظبوطه، ده اللي يخلي بيها الاجابه الواحده الصحيحه في 15. 16 بيقول لك فيها شي اسكد مي ا مومنت اجو، هي سالتني من لحظات عدت او من لحظه عدت، وات ايه؟ خد بالك من حته ا مومنت اجو وكمان اسكد، ده اسمه ريبورتد سبيتش، كلام منقول، جميل كده. طيب الكلام اللي انت بتنقله ده كان ايه؟ كان سؤال وفي كلمه استفهام اهي، وات، ماشي. طيب تخليها ايه؟ ووز ذا تايم ولا ذا تايم ووز ولا از ذا تايم ولا ذا تايم از؟ جيب لك اتنين، ووز ذا تايم تدل على الماضي، جايبها بوز في الاول وبعدين في بي جايب ووز في الاخر، وجايب از ذا تايم از في الاول وجايبها ذا تايم از في الاخر. اجابتنا هي الاختيار دي، ذا تايم از. طيب ليه خدناها هي اجابه واحده صحيحه؟ بص يا سيدي، اولا اسكد تدل على ان ده سؤال منقول لكنه عمله وقف بسبب مومنت اجو، يعني هيفضل زمن السؤال جوه الاقواس بعد التحويل سليم، لما تشيل الاقواس مش هغير الزمن، ماشي. السؤال كان في اصله مضارع، هتحافظ عليه مضارع، تمام، بس هيحصل اختلاف. ايه؟ ما بجيش واخد طبيعته كسؤال، يعني مش كلمة استفهام وبعد كده فعل مساعد وبعد كده اللي بسأل عنه، لا، بي ايه؟ بكلمة استفهام، تمام، وبعد كده الشيء اللي انت بتسأل عنه فيرب تو بيتأخر لورا شوية،
وتروح حاطط نقطة زي ما حصل هنا، وده اللي خلى the time is إجابة صحيحة في الجملة رقم 16. طب نشوف القطعة الأولى اللي جاية في الموديل العاشر، واللي بتتكلم عن السيدة جاكلين كينيدي، ودي كانت الزوجة لرئيس أمريكا السابق أو الأسبق مش السابق جون كينيدي. وهذه السيدة القطعة كلها بتدور حول شخصيتها واتولدت امتى وعاشت ازاي وما الى ذلك. ولدت السيدة جاكلين كينيدي سنة 1929، كانت عايشة في مدينة نيويورك تحديدا في منطقة ايست هامبتون. وبعد كده لما طبعا اكملت دراسته وما الى ذلك، لما تزوجت من جون كينيدي في سنة 1953 انجبت منه 3 اطفال، 2 كانوا على قيد الحياة، واحد مات غير مكتمل النمو، كارولين دي البنت وجون جي ار، وطفل تاني لم يكتمل نموه كان اسمه باتريك، وده تقريبا مات يعني ايه مات مباشره لانه ما كانش مكتمل النمو. طيب للاسف الحظ ما كانش جيد مع السيده جاكلين، لان تم اغتيال جوزها جون كينيدي، واضطرت ان هي تراعي اطفالها وتبعد، حاولت تقدم ما تقدر ان تبعد عن الصحافه، لكن الصحافه كانت بتطاردها، لحد ما تزوجت من شخص اسمه أرستوتل أونيسيس في عام 1968، وانتقلت معاه للحياة في اليونان، لكن للأسف هذا الشخص مات برضه، واضطرت انها ترجع تاني لمدينة نيويورك وتعيش هناك، وتوفي سنة 1994. طب نشوف الأسئلة اللي جاية على القطعة بتاعت جاكلين كينيدي، وأول سؤال واخد رقم 17 عندك، The best title for the passage is أفضل عنوان نحطه على المقالة بتاعتنا ده هي جاكلينز هوفرز لايف، الحياه بتاعتها، ودي كانت بتركز عليها. 18 بقول لك في after reading the passage بعد قراءه القطع، we can say that Jacqueline's character was، الشخصيه بتاعت جاكلين كانت ايه؟ sensitive، انسانه كانت حساسه. طيب نروح صفحه 67. على 67 بيقول لك according to the passage، طبقا للقطع، جاكلين had hobbies، كان عندها كم هوايه جاكلين حسب القطع اللي قدامنا. حسب القطعة هتلاقي ان جاكلين كان عندها 3 هوايات بتمارسهم. عشان بيقول لك فيها the main idea of the first paragraph، الفقرة الأولى. إيه بقى الفكرة الرئيسية اللي بتدور حواليها الفقرة الأولى من المقالة بتاعت السيدة جاكلين؟ بيقول لك إيه بقى؟ بتتكلم عن حياتها الأولى، جاكلينز ايرلي لايف، وده لما تقرا القطعة أنت هتاخد بالك من الحكاية دي. 21 بيقول لك فيها we can infer، كلمة infer بمعنى يستنتج. We can infer from the passage that the word graceful، كلمة graceful معناها ايه؟ بالعربي معناها جميلة ولطيف. طيب يبقى ناخد لها ايه؟ ناخد لها attractive. 22 بيقول لك فيها Where did Jacqueline live when she married Onassis؟ السيدة جاكلين عاشت فين لما اتجوزت الشخص اللي احنا قلنا عليه اسمه Onassis؟ كانت بتعيش في اليونان، وما حددليش انه مكان داخل اليونان، فعشان كده هنقول اليونان. 23 بيقول لك فيها which year do you think Patrick was born in؟ احنا قلنا ان باتريك ده ولد غير مكتمل النمو وعشان كده ايه مات. تتوقع ان هو اتولد سنه كام؟ هو قال لك ان هو اتولد بعد هم ما فاز بالانتخابات بسنه. هو جون كينيدي بقى رئيس سنه 1961، يبقى لما بعدها بسنه يبقى كام؟ يبقى سنه 1962. طيب السؤال 24، وده على القطعة بتاعت السيدة جاكلين كينيدي، بيقول لك فيها women in the latest years، ده بقى مش على القطعة، ده راح لحتة تاني. بيقول لك السيدات في الفترة الأخيرة، في السنين الأخيرة، إيه اللي حصل معاها الاختيار دي؟ have more effective role in society، بدأ يبقى لهم دور أكثر تأثيرا في المجتمع. طيب تعال نروح للقطعة التانية، واللي بتتكلم عن النوع من انواع العناكب، وهو تحديدا العناكب القفازه او ايه اللي بتقفز، يعني عندها قدره على القفز. وبيتكلم عن هذا النوع من العناكب، وتحديدا بيقول ان هي نوع موجود وشائع جدا في الولايات المتحده الامريكيه، بيسموها دارينج جامبينج سبايدر، ودي من العناكب اللي ممكن تبني اعشاشها او بيوتها في الغابات، في الحقول، في الجناين، كل ده. عندها عين، هي طبعا العادي ان هي لها 8 عينين، لكن عندها في عيونها 2 مميزين جدا، كبار جدا في الحجم، وده بيخلي سهل جدا انك انت تقدر تتعرف عليها. تمام؟ 4 من عينيها ده هي بتقع في منطقه الوجه، ماشي؟
والأربعة التانيين بيقعوا في أعلى رأسه. تمام. اللون الألوان المسيطرة على العنكبوت ده اللون البلاك مع جراي، تمام، أو حتى إيه فيها بيبقى وايت ستريبس زي كده، إيه زي خطوط كده لونها أبيض يعني. تمام ماشي. بنقول إن هذه الحشرة اللي هي حشرة العنكبوت، تمام، بتتغذى أساسا على الحشرات، طبعا بتنسج خيوطها حواليها، ولما بتطمن بقى إن هي وقعت في شباكها بتقفز، وبتكون هذه الفريسة إيه طبعا في منالها بمنتهى السهولة. طيب نشوف الأسئلة اللي جاية على القطعة بتاعتنا اللي بتتكلم عن العنكبوت القفاز أو اللي هو بينط يعني. The main idea of the passage is، الفكرة الأساسية إحنا لسه قايلين هي المهارات بتاعت the special skills the spider uses to catch its prey، المهارات الخاصة اللي بتستخدمها هذه العناكب للحصول على فرائسها أو للقبض على الفرائس بتاعتها. طيب نروح لصفحة 67 عشان نكمل باقي الأسئلة اللي على القطعة دي، قطعة العناكب القفازة، ودي زي ما قلنا موجودة في أمريكا تحديدا. وصلنا للجملة رقم 26 بيقول لك فيها which of the following sentences is correct، أي من الجمل الآتية جملة صحيحة حسب القطة. طبعا هنلاقي إن الاختيار إيه هو جايب لنا jumping spiders are as smart as bees، ذكية بنفس ذكاء النحل. 29 بيقول لك فيها why does the author say these spiders have distinctive appearance، ليه الكاتب وصف هذه العناكب بان ليها مظهر مميز؟ ليه بقى وصفها كده؟ لان they have large eyes to observe their prey، عندها عينين كبيره جدا، العينين دي بتديها افضليه في انها تقدر تشوف او تلاحظ الفريسه بتاعتها. في 28 بيقول لك the spiders use their silk، كلمه سلك اللي هو الحرير اللي بتعمل منه الخيوط بتاعتها، بتستخدمها عشان تعمل ايه بيها؟ بيلد شيلتر، بتبني بيها او بتبني لنفسها مأوى. تمام، هي مش بتقتل عن طريق الحرير، لا ده بتعمل لنفسها مأوى بيه. طب نروح ل 29 ودي لسه ما زلنا على القطعه، بيقول لك فيها ذا سبايدر هاز ايه بقى ديفرنت كلرز، عندها كام لون مميزين؟ عندها تو ديفرنت كلرز، لها لونين مميزين. تاتي بيقول فيها the third paragraph، خد بالك من حته رقم الفقره، the third paragraph deals with، الفقره الثالثه من القطعه بتاعت العناكب بتتكلم عن ايه تحديدا؟ الاختيار ايه؟ the details of the spider's jumping abilities، تفاصيل قدره هذه العناكب على القفز. واحده بيقول فيها spiders have كذا eyesight، العناكب عندها ايه بقى بصر؟ البصر بتاعها ايه مميزات او ايه صفته؟ distinguished، متميز او مميز. نروح للسؤال 32 وده برضه لسه على القطعه، قطعه سبايدرز. Which of the following sentences is an evaluation to the passage؟ ايه بقى الجمله اللي جايه لتمثل ايه تقييم للقطعه بتاعتنا ده؟ هي الاختيار الاخير insects should be wary of jumping spiders، يجب على الحشرات انها تكون في حاله قلق من العناكب القفازه. طيب نروح للترجمه، وهنبدا بالترجمه الاولى اللي باللغه الانجليزيه ولا هنحولها الى لغه عربيه، واللي بتقول A nation's progress is made with the help of the sincere efforts exerted by all devoted citizens. طيب افضل ترجمه للجمله اللي قدامي في الحرف جيم اللي هو بيقول ايه فيها؟ بيقول لك تقدم الامه يتحقق بفضل الجهود المخلصه المبذوله من كل المواطنين ايه المخلصين. طيب ليه ما نفعتش الأولى تقدم الأمة؟ قال لك يقوم بمساعدة الجهود، هو اللي بيساعد، ماشي. طيب اللي بعدها وكمان كلمة مجتهدين كمان. طيب تقدم الشعب، فين كلمة الشعب؟ يساعد الجهود الوفية، يعني دي حاجات بقى ايه أخطاء. تقدم البلاد، فين كلمة البلاد؟ يعتمد على مساعدة الجهود، يعني ايه مساعدة؟ الصياغة ركيكة جدا. ودي كلمة توفيق، طبعا كلها هي صياغات ركيكة جدا، الصياغة الوحيدة السليمة اللي احنا علقناها عليها في الحرف جيم. طب نروح صفحة 69 عشان نشوف الترجمة رقم 34، واللي بيقول لك فيها We are in urgent need for a revolution against our bad behavior. Really we should resist any strange conduct. الترجمة الأفضل للجملة اللي قدامك هي ألف، نحن نخطط الأول بس. نحن في حاجة ماسة لثورة ضد السلوك السيء، وحقا يجب أن نقاوم أي سلوك غريب.
طيب ليه ما خدناش به مثلا؟ نحن في احتياج، ادي مثلا كلمة احتياج غلط، لثورة على، على ثورة على، ماشي. السلوك السيء في الحقيقة برضو عامل لنا مشكلة، ماشي. نحن في حاجة مستمرة، طيب فين كلمة مستمرة؟ مش موجودة. لثورة ضد السلوك السيء في الحقيقة يجب أن نقاوم أي تصرف أجنبي، جت منين كلمة أجنبي؟ نحن في احتياج، تمام، برضو نفس المشكلة، الثورة ضد السلوك السيء، وبعد كده عمل النقطة اهي، في الحقيقة يجب أن نقاوم أي سلوك أجنبي، برضو مصر على حكاية أجنبي. نروح للترجمة 35، ودي العكس بقى المرة دي، لغة عربية هنحولها إلى لغة إنجليزية. أول واحدة بقول لك فيها، يأمل الكثير من الناس بأن تكون هناك سياحة آمنة للقضاء، للفضاء عفوا، للفضاء متاحة في المستقبل القريب. نقولها تاني، يأمل الكثير من الناس بأن تكون هناك سياحة آمنة للفضاء متاحة في المستقبل القريب. أفضل ترجمة ليها هي الحرف دي، واللي بيقول لك فيها، نخططها بس الأول، Many people hope that safe space tourism will be available in the future, in the near future. طب الأول واحدة ما فهمتش ليه؟ قال Many people hope، أدي غلط، the safety space هذه غلطة كمان، tourism will be available in the near future. اللي بعدها a lot of people hoped، خلاها ماضي، that safely دي مشكلة تاني. مثلا many people hope that space terrorism، نيلها خالص بقى، will be available، تمام كده، in the near future. طبعا هنا خلاص وضحنا احنا الأخطاء. في 36 بيقول لك يجب أن نكون دائما ممتنين للعلماء لما يقدموه كل يوم لخدمة البشرية، فباختراعاتهم واكتشافاتهم تنعم البشرية بحياة مريحة. طب أفضل ترجمة نعملها للجملة 36 هي الاختيار سي، خططها بس الأول. بيقول لك فيها We should always be grateful to the science for what they do every day to serve humanity. With their inventions and discoveries, humanity has a comfortable life. طيب ليه بقى الأولانية ما نفعتش؟ بيقول لك we should always be grateful to the scientists، تمام، for what they do every day to preserve، خد بالك من الحته دي، شوفوا قاعد فين هنا، preserve humanity. طيب by their inventions and discoveries the human has، ماشي ماشي، دي مفيش مشكله. We should always be grateful to the science for what they do every day to deserve، خد بالك دي deserve، ادي بقى عكه تاني، by their inventions and explores، تمام كده، inventions و explores، دي غلطة تانية اهي، ماشي. الأخيرة we should always be grateful to the science for what they do every day to reserve، خد بالك بقى عمال بقى يعني ايه، كل مرة اجيب لك كلمة غلط، by their inventions and discoveries that humanity has a comfortable life، فدي طبعا ايه، وضحنا الأخطاء. نروح للرايتنج، واللي بيبقى عندها الأسئلة من 37 ل 40، نظهر معاها كمان رقم الصفحة 69 اهو قدامك، ظهر رقم الصفحة. بيقول لك ايه، He was a man without a plan، هو هنا في فراغ هنجيب فيه علامة ترقيم، a rebel without a cause، بيقول لك هو رجل بدون خطة، كأنه عبارة عن تمرد بدون سبب يعني. طيب ايه اللي يناسب ده؟ يناسبها السيمي كولن، سيمي كولن، تمام، دي للجملة اللي قدام، تمام. بيقول لك فيها which sentence، طب نرجع للتانية والأولى اللي هي 37، يقول لك طب ليه احنا خدنا دي؟ ولا طب ليه خدت دي وما خدتش حاجة تاني؟ لو خدنا الفول ستوب، لو دي جملة منتهية، لا الجملة مش منتهية، الجملتين لسه لهم علاقة ببعض، ودي مش تعجب عشان ناخد لها اكسكلاميشن مارك، ومش جملتين في ليست عشان نجيب لها كوما، ده اللي خلانا خدنا السيمي كولن، لأن الجملة دي، تمام، مرتبطة بعلاقة ما بالجملة الأولى، تمام، بيدلل من خلالها على الجملة الأولى. بيقول لك ده إنسان بدون خطة، عامل زي ايه؟ عامل زي التمرد اللي ملهوش سبب. 38 which sentence would mean that عمر is being invited to eat، مين في الجمل اللي جايه الاربعه دول اللي هي مدلولها عمر بيتم دعوته ليه ان هو ياكل؟ يا ترى ليتس ايت عمر ومعاها اكسكلاميشن مارك، ولا طب الجمله على بعضها، ولا ليتس ايت وبعد كده كولن وعمر وعلامه التعجب، ولا ليتس ايت وفي تو انفيرتد كوماز وكوما هنا هو وسؤال، وليتس ايت عمر اللي هي ليتس ايت وبعد كده عامل لك الكوما وبعد كده عمر. الوحيده الصحيحه هي دي، تمام، ليتس ايت، طيب وعمل كوما، هو بيخاطب مين؟ بيخاطب عمر، فراح جابه وبعد كده راح عامل ايه؟ عامل اكسكلاميشن مارك.
الاولانيه ما نفعتش ان جابها كلها على بعضها، تمام؟ التانية ما نفعتش عشان عشان القالن اللي هو حاططها، دي النقطتين اللي فوق بعض. والتالتة ما نفعتش عشان التو انفيرتد كوماز، ادي واحدة وادي واحدة، وكمان حاطط لك كوما هنا هو ايه معاهم زيادة في ده، وحاطط علامة استفهام، يبقى ادي كذا حاجة غلط. ساعتها بيقول لك فيها يور كونكلوجن شود كونتين، الخاتمة بتاعتك يبقى ايه فيها؟ يبقى فيها بريف سمري اوف يور مين ايدياز، ملخص للفكرة الأساسية، ولا ريستيتنج اوف يور ثيسز، إعادة لي أو استرجاع للثيسس بتاعتك، تأكيد عليها، ولا a thought provoking question or a call to action، سؤال بيقولوا عليه يستحس أو يستدعي عمل أو فعل معين. طبعا هنا الاختيارات دي كلها تنفع، فهناخد دي. أربعين يقول لك إيه؟ ايميل سبجكت لاين، الخط اللي أنت بتحط فيه الموضوع بتاع الإيميل شود يكون إيه بقى؟ يكون إيه؟ يكون summarize your intention، يلخص النية بتاعتك. كده كنت انتهى الموديل العاشر من كتاب المعاصم مش عارفين، كان مسمي نفسه زي اكزام. ان شاء الله لسه لدينا العديد العديد من الفيديوهات اللي هنعملها مع معلم خبير الانجليزيه مستر يوسف عزت مستر شيماء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.